ساكته في داك القنت وما كتخوج والله الا قالوها لي المتتبعي قال الوالده ديالك عامره باغيه غير تخوي عرفتي علاش لحقاش الام هي اللي كتضر بزاف وهي اللي كتحسب وليداتها والله العظيم ما عليكم واش خبركم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب نتوما كتشوف هذا الفيديو غادي نبدا الفيديو ديال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتمنى تكونوا بصحه جيده يا ربي ها نتوما كما كتشوفوا الفيديو مع الوالده ديالتي الله يخليها ليا يا ربي ها اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو فشكرا شكرا بزاف للناس اللي فهموني واللي دخلوا وقالوا لي مزيان شرحتي الموضوع فاطمه وكملوا واستمروا شكرا كاع للناس والحبابي والميماتي والخوتي مع كلشي متبعني فيديوهات وحتى وليداتي الصغار اللي كيتلاقاوني كيقولوا باقي فاطمه الله يطلع عروسك ما بقيتش عروسه انا وشكرا لكم بزاف والله ينوركم ليا وكيف ما قلتوا لي بدايه فاطمه بمحتوى ديال كيف ما كنتي بشحال هادي صافي حنا كيف ما تنقولوا هادو التوبه كيف ما تنقولوا صافي بنادم راه كتوقع ليه مره واحده في الحياه ما خصوش يعاودها هادشي اللي كان اخوتي قبل ما نبدا في الموضوع ديال الفيديو هو انني كنشكركم وكلشي فرحانين انا والوالده على الخدمه الجديده في القهوه ديال تيرمت اللي وريت ليهم فكلشي قال لك مزيان فاش درتي واحد الحاجه اللي ما بقيتيش غتعولي على اليوتيوب تخدمي وهذه ومره اليوتيوب وحنا نعاونوك وحنا معاك فوالله العظيم الى هذيك البلاصه زوينه ومرحبا بكم اي واحد جا لطاطا ولا باغي يجوز ليها يسول غير على ريستورون ديال تيرمت فمرحبا بكم خصوصا نهار الجمعه وفي الايامات العاديه راه كتكون ماما في الصباح وفي العشيه وقت الفطور ووقت الكاسكروت كتكون تما كطيب داكشي على من زيناتو هادشي اللي كاين اخوتي قالوا لك شكرت موال ولا شكرت موال عروسه ولا اش كيقولوا شكرا عاد واحد المثال كيقولوا شكرت العروسه ما ولا شكرت العروسه ما دوك الامثله اللي ما كنعرفش ليهم انا مصورين في الكوزينه اختي فاش كان الاضاءه شويه زوينه ماما راه عيات مسكينه النهار كامل كانت في الخدمه يا نعس عيات المهم ماما دابا اللي بغيت الناس كيسولوني على الدار اللي في مارتين شنو درتي فيها وعلاش ما بقيتيش تما وشنو هو السبب اللي خلاك انك تجي لهنا داكشي علاش بغيت ماما تخليها تجاوبكم هي كتعرف صدا احسن مني ايوا دوي سلمي على المتتبعين السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم يا كلشي لاباس صحه لاباس كي دايرين مع البرد ما حنا مازال عندنا الصام مازال حنا كنصيفو ايه يا كلشي لاباس صحه لاباس كي دايرين مع العمل ديالكم الله يسعد عليكم الله يفتح لكم بباب الخير جميع المسلمين كاملين اجمعين ايوا الحمد لله ايوا راه صعيب علينا تبقى تما بوحدها والولد مازال صغير وتبقى في مارسيل راه مارسيل بعيد بزاف انا بعدا بعيد عليا ما نكذب عليكم ما عجبنيش كاع مارسيل انا ما لا مش ما عجبني عجبني ولكن ماشي حتى لتم ماشي ماشي ما خصك كاع تكون تما راه صعيب عليها تبقى في مارسيل بوحدها هادشي اللي كاين انا دفعت وما كملش فيه الله صافي راكم عارفوا العربون ما كيرجعش مازال وماما ما كانتش من الناس اللي اصلا ما بغاتني ما كانتش باغياني نمشي لتما وهي عندها واحد الحاجه اللي انتردي هي انني نستقر بوحدي هذيك علامه من علامات الكبرى اللي هي كنقولوا ليها احنا ما كتحملش انني كاع صعيب راه ماشي هكا راه الدنيا هانيه ما الحمد لله بنادم فين ما حط راسو راه الحمد لله الثقه هي كلشي الثقه هي كلشي غير كان على البعد راه بعيد بزاف الحال بعيد وما بغاوش ليا خويا كيصوني وماما كتصوني لا اجي لا اجي بغيتي تمشي عندها راه بعيد خلق عليك غير شي حاجه يا ربي السلامه راه ما توصلش حتى والله واحد الحاجه كنت كنخاف بوحدي دير لينا الدري الصغير حنا ولفناه بحال الا الا هما خرجوا من الدار بحال الا مات لك شي واحد في الدار لا هو لا هي ايوا راه هادشي اللي كاين ماما راه ما كتقدرش على ان شاء الله يا ربي ولا الا سهل الله على ما تعرفوش شنو اللي غيوقع من هنا لقدام ان شاء الله يا ربي الحمد لله حنا ان شاء الله كما قلت لكم هذا هو السبب اللي ما خلانيش انني باقي نكون تما في مارسيل ونمشي لداري صافي قلت لكم راه دفعت العربون ماشي مشكل في والديا راه ما خساره حتى شي حاجه لحقاش قالوا لي البعد ولا طرات لك شي حاجه شكون اللي غادي يوصلك وسيف وسحال ما كان مرض والله شي مرضى خايبه وما كاين اللي فهمتي واخا كاين عواطف اخويا مصطفى ومحمد وعتيقه والحباب كيجيو عندي الصراحه حتى تما والله العظيم كبيرين المسلمين الحمد لله والله ملي كديري ناسك راه ربي عمرو ما كيخليك وكاين راجلها وكاين العائله الاخرى الحمد لله راه كاينين الناس الله يعمرها والله العظيم الناس ماشي بحال بحال الحمد لله والشكر لله البنات ماشي بحال بحال كاين اللي كيعقل على الخير كاين اللي ما كيعقل على الخير الخير في الله هادشي اللي كاين خير في الله هادشي اللي كاين اللي دار بنادم يديرها لله تعالى اما بنادم
تسناي فيه يرد ليك الخير. لا ما غيرد ليش الخير ديال اللي درتي فيه راه صدي ربي هو اللي كيخلص. راه الله هو اللي كيخلص اخوتي ماشي بنادم. انا تعيا ما دير ما يخلصش ماشي بنادم. هادشي اللي دار بنادم يقول في سبيل الله في سبيل الله تعالى ماشي يديرها الاخير ما الدنيا غير طريق كلشي غندوز ونمشيو. هادشي اللي كاين ايوا والله يجي ما خلق الله يجي. امين يا ربي. هادشي اللي كان دابا راه غدا فايقين الله يسهل عليها ويسهل. امين يا ربي يسهل كاع على كلشي الناس والله يدي والله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق. امين يا ربي. المهم انت المهم راه غدا عاوتاني نايضين غدا الجمعه راه عندنا عاوتاني جرى نهار كامل انا وماما كم عارفين كنديروا ماكله تقليديه 100% ربي هو اللي كيحل الباب. هادشي اللي كاين حتى كيحل الباب طب خير 100000 باب ديال الخير الحمد لله. هادشي اللي كاين اخوتي الله يحن عليكم الله يحل لكم البيبان ديال الخير. ودابا دايره المفاجاه للمسلمين كاملين. المهم الله يسهل على الجميع. امين. المهم دايرين دابا دايره لهم واحد المفاجاه يا حتي يوم غنعشيهم انا في الدار دومونديت على الماكله من الزنقه يستاهلوا ياكو ياكو كيستاهلوا عائلتي. وقلت لهم اليوم بلا ما طيبوا العشاء بلا ما نطيبوا حتى انا العشاء ندير معكم عشيوه خفيفه ظريفه يشوفوا هانيه الناس والناس راه كيبغوا هاد الفيديوهات اللي هما هكا طبيعي الحمد لله ياك امي. واصلا هاد الاكله هادي شحال ما حنا ما درناها ياك الوليدات الحمد لله ما عندنا الحمد لله الحمد لله حتى واحد ما ناض غني وناض بالضيور راه دائما كيتقاتل بنادم حتى كيوصل وكاع اللي غنى راه داكشي كيمشي. بنادم يدير معاه كتقول لك ماما بنادم كيمشي كيما ولدات امه في كرشو هاد الوالدين كلشي راه داكشي المعقول ما كلشي داكشي زايد ناقص داكشي اللي كاين غير بنادم مسكين كيضرب سماره هادشي اللي كاين ما يحس بالموت يبقى يقابل الموت 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 كنقول لك شي حاجه الموت الموت الدنيا دايزه دايزه راه العمر هو اللي كيدوز العمر هو اللي كيدوز يما الدنيا يمشي شهر ويجي شهر يمشي العام ويرجع العام ويدوز نهار ويجي نهار اخر راه العمر هو اللي كيدوز صح اخوتي غير بنادم مسكين مشطون على على والو كما كنقولوا ايوا هادشي اللي كاين اخوتي هادشي اللي كاين الحمد لله ايوا هادشي اللي كاين فصراحه والله والله كون عاودت لكم ابالو اذا داز عليا ماشي على حساب الطلاق ولا شي حاجه شنو داز عليا قبل الطلاق والبلاصه اللي مشينا ليها اقسم بالله ما كنتش كنبارطاجي معكم حتى شي حاجه بنادم في اللوح المحفوظ وي وكتقول هاني يا امي الدنيا الحمد لله اقسم بالله خوتها واحد الحاجه والله دازت عليها واحد واحد المرضى فاش كنت في مارتين راه مشيت حداها باش تعرفوا راه كنت كنصور فيديوهات اقسم بالله الا كنت كنصور فيديوهات بدون وعي الحمد لله بدون وعي على كل حال والله ابي الوالده فاش كنت كنلبس فاش كنت كنلبس دوك الطرابش اللي ما كنتوش حاملينهم قلت لي لا فاطمه واخا كندير كذا انا مول فيها اضغال انا هنا عندي كنتخنق ما كنقدش نلبس شي حاجه هكذا كنتخنق وكنت لابسه دوك الطرابش فاش كنت لابسهم ها الوالده ياك تجلي نايضه لا علاش دير وداكشي راه ماشي من طبيعي ولا من ديالي كما تقول ماما اللي الريح اللي جاي يديك يديك الهبيله الريح اللي جاي يديك يديك راه هذا هو المعنى ديالو الواد خويا تيقولوا الواد وكيقولوا الريح الريح اللي جاي يديك الواد اللي جاي يديك الريح اللي جاي يديك كتقول لك تتقول لي الوالده علاش بنتي درتي داكشي تصوروا انا الاخويا تيقول لها فاطمه جوج هضرت لي قال لي خويا فاطمه واش مقتنعه بداكشي اللي كديري واش هادشي ولفتي يا لي غير هاد جوج هضرات لي تنقول خويا انا اش درت وانا كيبان انا عايشه في عالم اخر انا كنت مريضه نكذبش عليكم كنت ديك ساعتين الوالده مريضه تشيرت كما تنقولوا وزيد عليها الهضره وهادي فاش ما كيخليكش الواحد خصك ديري خصك باش ديري خصك تباني خص باقي صغيره كيعمر لك شي امور في الراس باش انا كتخرج لواحد الطريق اخرى وكنلبس صوره البنات فاش كنرجع للفيديوهات ودوك الطرابش كنقول اش هاد الحاله كنت دايره في راسي واشنو ديك الهويه اللي كنت انا غاديه ليها والله العظيم اخوتي والله ولكن الحمد لله لحقاش الانسان ما خصوش اللي جاي يديه الانسان الله العظيم والوالده دائما مش كتقول لك اش دي غير دارك ها هي ديما يقول لك اش دي غير دارك ما خاصك حتى شي حاجه ولكن واحد الحاجه ملي كيبغي الانسان انه يصور ويجدد المحتوى كيصحاب بنادم دابا راه داكشي هو اللي دابا حنا كنتبعوا القنوات الاخرين باش تعرفوا غير اللي سميتو تنقولوا راه خصنا بنادم يسافر خص بنادم يبدل المتتبعين ديالو اجواء اخرين خصو يمشي لهي خصو يمشي لهي باش انه يبقى يتقدم في ديك لاشين مزيانه راه غير داكشي اللي دانا ماشي شي حاجه اخرى كل مره هز جصاكي كنتقاتل على ود ولدي كالوالده والله اختي لا كنخاطر على ود ولدي بغالك الخير راه بغالك الخير
اللي ما بغاش ليك الخير راه بان، راه بغى غير الغرض ديالو، بغى يطلع غير قناته، بغى يطلع يدير جا الغرض ديالو، ماشي على ود فاطمه ولا على الحب ديال فاطمه ولا راه داك الشيء ما كاينش. انا بعدا كنشوف بنادم داك الطريقه، كنشوف بنادم داك الغدر، ما نكذبش عليكم، كنقولها ليا راه نقول ليها راه اش كاين اش كاين، كتقول ليا لا لا لا، ولكن انا كنحس سبحان الله العظيم راه بنادم. النظره الاولى الا حليتي الباب وشتي في وجه ديال بنادم، كنشوف في وجهه كنعرف بنادم واش جا بالخير ولا جا بالشر، ولكن الحمد لله سيدي ربي هو اللي كيخلص. ولكن هي كتقول لك لا، هي حمقه، هي ما عندها نيه وحده، هي كنقول لها راه ديك النيه ديالك راه غاتديك لجهنم يا فاطمه، ها هي داتها لجهنم. ايوا الحمد لله، ولكن الحمد لله سيدي ربي رجعها والحمد لله. كيقولوا من الاخطاء يتعلم الانسان، وسيدي ربي هو اللي كيخلص، سيدي ربي هو اللي كيعطيك العقل، سيدي ربي هو اللي كيصرف، سيدي ربي اللي كيدير كل اي حاجه، كلشي في يد الله. ولكن لا، بنادم هو كيكبر وخص يرجع عقله شويه، وخص يرجع عقله شويه على 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 البشر، اغلبيه البشر ديال دابا، وحيت النيه ما كايناش، بنادم ما كيبغيكش الخير واخا كيضحك في وجهك، راه هذاك اللي كيضحك في وجهك خصك تجمع عليه راسك، ما تبقاش تقول هذا اللي كيبغيني. اما الا تخاصمتي مع شي واحد ومعك مع شي واحد شي مشكل، راه هذاك كاع هو عرفتي هذاك، هذاك راه غتقول راه دابا غنضحك معاه ما غايدير ليا راه في عليا، غتجمع راسك من هذاك اللي كبابا كيبغيك. ولكن هذاك اللي كيضحك على وجهك وكيقول لك انا كنبغيك، راه خصك تجمع راسك منه. ايوا الحمد لله الوالدين، دابا حنا كنعطيو الطاقه الزوينه للناس، وهادي ماشي كلشي كبحال بحال، وماشي كلشي عاوتاني حنا ما كنعمموش الناس الحمد لله. علاش الناس اللي كيهضروا معاك كيقول ملي مشيتي ودرتي داك الطربوش وقالت لك هادي ديري الطربوش وديري وديري وديري، ولكن ديك الطاقيه وراكن راه هما اللي بغاو، وليت كبحال راه واحد اللي بغاوك، هما ما بغاو لك داك، هما ولفوك بصايا واضغار، وانتي كتستري صحه ديالك وكتستري كلشي وكتدوك ديال الطراب باش ماشي. ايوا انتم كيف ما كتشوفوا، هذا هو العشاء الخفيف اللي دومونديت درتو للعائله، درت لهم هي بسطيله وكذا، شحال هذه الصراحه ما كليناها، وهذه مده طويله وصافي، كومونديتها وجبتها لهم هنا، كانوا فرحانين. ماما قلت لها يلاه قطعي موسي جبد وهي تجبد. ايوا صافي، هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى ان من الفيديوهات يعجبوكم ان شاء الله وتفرحوا بهم، والله يخليكم ليا يا ربي، شجعوني شجعوني باش دائما نبقى نجيب لكم هي الجديده اخوتي العزاز، واي حاجه نسيتها ولا شفتوها في الفيديو ماشي هذيك قولوها ليا في التعاليق، الله يخليكم ليا، راكم انتم هما اخوتي عائلتي الثانيه كيف ما تنقول، حبابي اللي دائما وقفوا معايا من النهار الاول، فالله يخليكم ليا يا ربي، الله يطول ليا في عمركم، وشكرا لكم بزاف اخوتي العزاز، الله جمعه مباركه دابا اليوم فاش كنقطعوا البسطيله الليله ديال الخميس، وغدا يكون الجمعه. ايوا هذا الشيء اللي كاين اخوتي، الله يدخل عليكم بالصحه والسلام بالهنا وبالتيسير يا ربي، وسمحوا لي راني كنمنطي هنا في سميتو في الريستورو، يلاه كنحماق عليكم.